أشادت السيدة انتصار السيسي بإبداعات الأيدي المصرية في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية. جاء ذلك في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت السيدة انتصار السيسي أنها سعدت بزيارتها للمعرض، مشددة على أنه يعبر عن ميراثنا الحضاري وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات وبلدان العالم. كما وجهت السيدة انتصار السيسي تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثل للفائزين بجائزة الأفضل للمشروعات الحرفية واليدوية ومتناهية الثمر. إن الحفاظ على الحرف التراثية هو حفاظ على ثقافة الأمة المصرية وهويتها وتاريخها العريق، خاصة في الريف والصعيد والمحافظات الحدودية. ومن هنا أود أن أتوجه بالشكر للعارضين المشاركين في نسخة هذا العام من معرض تراثنا، وأسجل إعجابي بما قدموه من منتجات متنوعة بتعكس الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر، وأتطلع المزيد من النجاح والتوسع في أعمالكم خلال الدورات القادمة من المعرض. وأؤكد من خلالكم أن الدولة ستواصل سعيها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات، خاصة الدعم الموجه لسيدات مصر، وذلك لما لهن من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي. وأخيراً أجدد الإعراب عن سعادتي بوجودي معكم اليوم، والذي أتطلع لأن يمثل رسالة دعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها والعمل على نموها والاستمرار في التطور والإبداع. وشكراً.